هذا سؤال. أنت نائب منتخب لكنك أيضا نائب تعتبر من الإسلاميين. الوزير السابق أحمد باقر طلع في لقاء قال أن الحسابات الوهمية حرام شرعا. أنت رجل متشرع، شلون تقبل شيء حرام شرعا؟ أول شيء شو ردك على أحمد باقر؟ أنا شوف، أول شيء ما أخذ عن هذه شو تسمونهم أنت الهيدلاين، العناوين، الهيدلاين والإعلانات الكبيرة. قال حرام شرعا، قال حرام شرعا. واستغرب من بعض الدينين يوافقون على الحسابات هذه يدافعون عنها. لكن هو يعني يتكلم عن الحرمة على اللي غلط ويسب وكذا، احنا كلنا مع هذه الحرمة، اللي غلط ويسب وهذا هذا اكيد ما يجوز. لكن اي لا، انت اتخذ يعني هالعنوان واطلق، يعني تبرر حق احمد باقر كذي. شوف انا اختلف مع احمد باقر في اشياء كثيرة. ابو محمد بيني وبينه خلاف سياسي. اوكي، زين، ليش خلاف سياسي؟ لكن في خلاف كبير سياسي، لكن وطريقتي غير طريقته، لكن الحق احق ان يتبع. ما اقدر اتهمه باتهام هو طلع وقال انا اقصد كذي كذي كذي، وهذا اللي قلته في اللقاء. كلام انه يستغرب من بعض الدينين. انت تعتبر من بعض الدينين في المجلس اللي توافق على الحسابات الوهميه؟ انا خليني اقول لك شيء، اي واحد يقول الحسابات الوهميه حرام شرعا اذا كذي بالاطلاق، انا ضده واقول لك هذا كلام باطل. زين، بغض النظر لا تقول لي اسم فلاني او اسم مو فلان، لكن أنا قاعد أتكلم الآن عن حسابات وهمية. أنا قاعد أقول لك هذه مساحة حرية موجودة في كل المجتمعات. منو اللي قاعد الحين؟ لا بس كل مجتمع اليوم. اليوم أقول لك أنا أشتم مثلاً، وين أروح أخذ حقي إذا كان حساب وهمي ما أقدر أشتكي عليه؟ يا أخي الشتم اليوم تقدر واحد يكتب له بوست ويدزه في كل الكويت. أنا شتمت مرة واتهموني اتهام وكذا ودزوا بوست في كل الكويت، عنده أخو ما شنو في الصحة ما شنو بنغالي ما شنو والكلام. فاليوم اللي يبي ينشر شيء على فلان، اليوم حسابات وغير حسابات تقدر تنشر فيها اللي تبي. لكن أنا قاعد أتكلم عن دولة للأسف تترك القضايا الحساسة، تترك القضايا المهمة. أوكي. تترك هذا وتروح لي على الحسابات. ليش الحسابات الوهمية؟ لأنه مزعجتهم. أنا أقول لك يا بكل صراحة، مزعجتهم في حسابات وهمية تظهر حقائق ما يبونهم هذه الحقائق تطلع، لأن لو هذا باسمه يكتب هذه الحقائق، اليوم الثاني يحولونه المحكمة. هذه مشكلتنا.